إذن هذه مناسبة طبيعة حالية تقديم الإجازات بالنسبة لنا نأكدوا على الدور الأساسي اللي تتلعبوا مجموعة العمرة في مواكبة سياسة الدولة خصوصا فيما يخص السكن الاجتماعي، محاربة السكن غير اللائق، كذلك التهيئة، كذلك سياسة المدينة وتأهيل المدن ديالنا إلى غير ذلك. وبالموازاة مع المعرض في حد ذاته كان واحد التظاهرة علمية تدور حول الإشكاليات ديال الاستدامة والجودة والنجعة الطاقية، وهذه كلها مسائل أساسية ماشي عندنا أهداف اجتماعية نعتبر أنفسنا معفيين من هذه المعايير حقيقة هي أساسية. إذن هذا هو الموضوع ديال المعرض اللي الحمد لله سنة حميدة سنة بعد سنة للقاء المهنيين والمتدخلين في هذا المجال. احنا كما تتعرفوا كانت الدوره الاولى والدوره الثانيه اللي ديال معرض العمران اكسبو، الحمد لله اللي عرفوا واحد النجاح. احنا دابا في الدوره الثالثه، وهذا هاد الدوره هي برعايه تحت رعايه ديال الوزارات اعداد التراب التعمير السكنة وسياسة المدينة. وهذا المعرض هو تتويج للجهودات اللي تقوم بها المجموعة اللي تكون واحد السياسة اللي تتنهجها ديال سياسة القرب، هذا القرب ديال الزبناء ديالها، وهي كذلك السياسة واحد الخبرة والسافوار فير ديال واحد 40 سنة. دونك هاد المعرض ان شاء الله فيه واحد المجموعه ديال العروض اللي هي متنوعه ومختلفه وغنيه. الوغ متنوعه على المجال بالنسبه للمجالي، دونك لانه جميع الجهات ديال العمران هي الان متواجده فيها عروض تتم جميع الجهات ديال المغرب عبر الفروع ديال العمران الدار البيضاء ديال العمران مجموعه العمران بصفه عامه، وهي متنوعة كذلك لأنها تتهم المدن الكبرى وكذلك المدن في الساتيليت، المدن كتمسنا تمنصورت شرفات أو الخيطة. العروض كما قلت هي غنية لأنها هي فيها واحد الأثمنة جد مناسبة للمواطنين ديالنا اللي باغين يولجوا للسكن. وكما تتعرفوا فالعمران هي مجموعة تتطبق واحد السياسة ديال الدولة بالنسبه للمواطنين ديالها وبالنسبه للسكنه. فبالنسبه للعروض اللي كاينين في هذا المعرض تتخص جميع القطاع، يعني من ثمن السكن ثمن منخفض التكلفه 140 الف درهم، السكن الاقتصادي، السكن المتوسط، البقع الارضيه بالنسبه للاير بلس 2 او بالنسبه للفيلات. كذلك هي مناسبه في هذا المعرض بالنسبه للمستثمرين باش يستثمروا وباش يلقوا فرص للاستثمار. بالنسبه كما قلت لكم المستثمرين الصغار والمتوسطين، بحيث هناك عروض تخص البقع اير بلس 5 اير بلس 4 او بالنسبه للمرافق القرب. وفي هذه المناسبة تستغل هذه المناسبة باش نشكر جميع الفرقاء ديالنا والشركاء ديالنا اللي شرفونا بالحضور ديالهم في هذا المعرض، واللي هما جاوا إضافة إلى ذلك بعض العروض اللي هي متكاملة بالنسبة للعروض ديال العمران، كعروض بالنسبة للتمويل أو لعروض بالنسبة لبعض الاختصاصات النوطارية المتقين التوثيق العفو، واولا اللي جاوا كما شفتوا في هاد الندوات يشاركونا والاراء ديالهم وتناقشوا بعض المواضيع في التعمير اولا في الانعاش العقاري. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من انفاس بريس.